خلينا نتكلم كمان عن امور خاصه بمجلس اداره النادي الاهلي. هو كان ناقش كمان المجلس العديد من الملفات المهمه جدا اللي بتخص كمان قطاعات النادي المختلفه في الفتره الحاليه، وقرر المجلس هنا تقديم كافه سبل الدعم للفرق الرياضيه في المراحل السنيه المبكره عشان يشجعوا المواهب المختلفه. ده امر اعتقد محترم جدا، وتوفير البيئه كمان المثاليه لهذه الكوادر عشان يوصلوا لافضل المستويات. طيب ايه القرارات شملت ايه؟ شملت القرارات كمان البدء في مشروع تجديد ارضيه صاله الامير عبد الله فيصل بمقر النادي بالجزيره، وفقا ده لافضل كمان الخامات والمعايير كالعاده، كعاده النادي الاهلي يعني العالميه لخدمه فرق النادي. صحيح. كمان مجلس اداره النادي استدعى المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره للوقوف على اخر المستجدات في ملف الانشاءات الحاليه بفرع النادي بالشيخ زايد، وكمان متابعه تنفيذ مشروع حمام السباحه الجديد بعد استلام الشركه المنفذه للارض وبالتالي البدء في اعمال الحفر. كمان أكد مجلس الإدارة افتتاح المسجد الجديد بفرع الشيخ زايد لاستقبال المصلين في شهر رمضان المقبل، واستعرض المخطط العام للربط بين جميع المناطق بفرع الشيخ زايد والمشروعات اللي تم افتتاحها في الفترة السابقة، ومنها طبعا ملاعب كرة القدم، ملاعب البادل، أماكن انتظار السيارات، وتسهيل انتقال الأعضاء بين هذه الأماكن. طبعا لان احنا بنتكلم على ان مساحه النادي في الشيخ زايد بسم الله ما شاء الله، فطبعا بيحتاجوا وسيله مواصلات عشان ينتقلوا الاعضاء من مكان الى مكان. وكالعاده زي ما انت بتقولي يا نهوان، دي طبيعه النادي الاهلي في هندلته لكل الفروع بالزبط. وكل الخدمات المتعلقه ليه باعضاء النادي الاهلي حاجه كلام سليم جدا.